تحية طيبة لكم أصدقاء المشاهدين بهالحلقة الجديدة من سلسلة مار يوسف. نحن وياكم اليوم رح نتحدث عن يوسف الركن الثالث في العائلة المقدسة. وقت اللي كنت عم بحضر هيك بفكري لهالبرنامج تخيلت الكاميرا اللي واقفة قدامي. هالكاميرا اليوم يلي هي واقفة على أعمدة ثلاثة ومنقول لهم نحن ترايبود تقدر تحمل هالصورة لكم بهالبرامج اللي نحن عم ننقلها. هيك تخيلت العائلة المقدسة هي أركان ثلاثة، البي يلي هو مار يوسف، والعذراء يلي هي الأم، ويسوع يلي هو ابن الله وهو المخلص، ومع يسوع هالمثلث هالترايبود هو عم بيحمل البشرية كلها لله. هالعيلة يلي هي خلية سماوية. بدي رحب بخيي نعمي يوسف طوق اللي سوا عم نمشي بهالبرنامج حتى عم شوف عيونك عم تبرق حلقة عن حلقة هيك وكأنه حلم مار يوسف تحقق. ما رح اخذك من الجو الروحاني اللي حضرتك فيه، رح نبلش هالحلقة بصلاة انت اخترتها من مار إفرام السرياني. نحن بنعرف مار إفرام وتأملاته نحو العذراء مريم، ولكن معك عم نكتشف قد ايه كمان في أناشيد لمار يوسف. أنا بشكر كمان عن جديد تلفزيون اللي بيوصل هالكلمة وين ما كان، وربنا يخليكم. مار يوسف كان مشعشع الكون كله سوا، بس كان دايما يقولوا الحاضر الغائب. في ناس هيك كانت تبدأ ما توصل لها أخبار، وفي ناس كانت هي الشعلة الأساسية، وحكينا مرة ماضية كان هو الجوهر لكل الرهبانات، تأسيس الرهبانات بالعالم. أباء الكنيسة كانوا هن يروحوا ويغبوا منه ويعبوا منه. مار إفرام أكيد معروف، مار إفرام من أروع أباء الكنيسة ومفكره بس عنده إفراميات للعذراء. بس مار إفرام كان العمق تبعه لمار يوسف كان شيء لا يوصف. وفي صلاة أنا كتير متأثر فيها، أنا دايماً هاي كيزة بدي كل يوم بعيش هالصلاة، وهي بتجسد تقريباً اللي حكيناه بالحلقات السابقة عن يعني عمق إنجيل متى، وهي بترجع بتفسر لنا كل شيء، مين مار يوسف وشو ليلة مار يوسف وكيف كان يتعامل مار يوسف، كيف كان يتعامل مار إفرام مع معرفة مار يوسف. إذا بسمعوا بقول لك إياها بهالصلاة الحلوة اللي هي من مار إفرام السرياني، وأنا رح أحاول أعطيكم إياها إذا بدكم تحطوها على الشاشة. بتبلش: قبل يوسف ابن الآب السماوي وكأنه مولود جديد وخدمه كأنه ربه، لأنه وقت قال له الملاك إنه هيدا رب الكون، هيدا اللي بده يخلص الكون، وخدمه وكأنه ربه. ابتهج وكأنه طيب عينه. وبجله وكأنه البار بامتياز. كم كانت حيرته كبيرة: من أين لي يا ابن العلي أن تكون لي ابنا؟ يعني تصور أنه مار يوسف كان أنه يا عمي أنه أنا كيف بستاهل هذا الشرف السماوي أنه أنا أكون بي الفادي بتكون لي ابنا؟ من أين لي يا ابن العلي أن تكون لي ابنا؟ هوني كمان بيرجع وقت كان بالفترة اللي كنا عم نحكيها، فترة الصمت اللي كان منه عم يعرف شو عم يصير، بيقول له: غضبت من أمك وفكرت في تخليتها، لم أكن أدرك إن في أحشائها كنز كبير سوف يغنيني فجأة في فقري. مين هالكنز اللي بده يعطيها الغنى الكامل اللي هو بأحشاء العذراء؟ يعني لم أكن أدرك إن في أحشائها كنز كبير سوف يغنيني فجأة في فقري. وهون الروعة تبع البلد. ظهر داود الملك في سلالة أجدادي، وتوج يا للفقر العظيم الذي توصلت إليه. هون نرجع كمان وقت بإنجيل متى ببلش لنا بسلالة مار يوسف، يعني بيرجع بيشرح لك شوي بطريقه بانغام الافراميات اذا بدك.
إنني عامل بدل أن أكون ملك. يعني إن لو بدي ضلها أوكي أنا بلشت أنا أشتغل أنا صرت نجار، لكنني قد حصلت على التاج بما أن سيد التيجان كلها ينام على صدري. شو حلو يا إله. ثوري يعني في صور بده اياه من فقره. مين يعني اذا بتلاحظي بانجيل يوحنا، يوحنا بيربحنا جميله بكل الاوقات انه هو حط لحظه صدره حط مخه على صدر يسوع وشايف الدنيا فيها. لكن اشحال هذا المجد اللي حصل عليه مار يوسف اللي كان هو كل الاوقات حامل المجد، حامل إكليل المجد، حامل الرب، حامل ملك البشرية، حامل ملك الكون. يعني تصوري وقديول يعني هون عم تعطيني فكرة أنه مار يوسف هو الكاهن الأول كمان. صح. لأنه هو حمل يسوع بين إيديه فترة طويلة. تصوري هالإفراميات أش بتعطي مجد لمار يوسف. ظهر داود الملك في سلالة أجدادي وتوج يا للفقر العظيم التي توصلت إليه. هون الفقر اللي هي اللي فقر البشري. إنني عامل بدل أن أكون ملكا. ما أنتوا صاركم ساعة عم تشرحوا أنا سلالتي إنه أنا ملك. إنني عامل بدل أن أكون ملك، لكنني قد حصلت على التاج بما أن سيد التيجان كان كلها ينام على صدري. وهودي كمان بحب تشوفوا هالصورة الحلوة اللي ترك لك اياها وقت مريوسف ويسوع عم يضحكوا مع بعضهم وقاعدين عم تشوفي شو حلو مريوسف اللي كانوا بيعرفوا مريوسف كيف كانوا يصوروا مريوسف. مريوسف هيك العفوي اللي عم يضحك يسوع، ويسوع اللي عم يضحك. مريوسف هيك القبطاي، مريوسف الشهم، مريوسف اللي منور، مش مريوسف هذا اللي لحيته هيك اللي على طول بترفض انه يكون مريوسف ختيار. مريوسف هو الحبيب. مار يوسف هو ربنا ما بيختار واحد هيك عاقل طيب. على كل حال تقول لك شغلي خيي نعمي، مجرد اي انسان شو ما كان شكله بس يكون روح الله فيه يشع جمالا. صح. اوقات ما بنعرف نفسره كيف اذا كان جمال اللي بده ينعكس. وقت قال له قد حصلت على التاج بما ان سيد التيجان ينام على صدري. يعني ينامه كلها على صدري. بترجعي لمار يوحنا انه لاقي نتفه وجه مخه على صدر يسوع خرب الدنيا فيها. هذا كان كل لحظه 30 سنه مثل ما قلتي، 30 سنه حامل يسوع، 30 سنه عم بي. يعني اليوم هيك انا احب بهالحلقه انا وياك اعود الى النصوص الانجيليه، ولكن اعود هيك بشريا تفكر انه هالعيله الفقيرة المتواضعة هي عائلة الكون. صح. هي سيدة الكون هالعائلة اللي ربيت هيك. خلينا نشوف كيف كان مار يوسف. صح. هو حارس هذه العائلة. صح. ومربي ابن يعني رح نشوف كيف أقام مار يوسف على تربية يسوع. ولكن خلينا شوي نتحدث كمان أيضا عن هذا الركن الثالث. يعني مار يوسف كان دعم أساسي للعيلة، لأنه العذراء ما بتشتغل بوقتها ولا بتأمن المعيشة. يعني كان حميهم وحارسهم وركن أساسي. يعني كنا عم نحكي شوي هيك قبل الهوى إنه اليوم لو مار يوسف بذاك المجتمع أو بذاك العصر وبذاك الوقت، يعني مثل ما بنقول لو قالت مريم لا ما كان هناك سر خلاص، ولولا مار يوسف كمان ما كانت هالعائلة المقدسة. صح. كمان صح. يعني هيدا السلوس الكمال. هالسلوس الأرضي سلوس الأرضي هيدا الكمال. إذا بس بدي يتوصل شوي لمراحل مار يوسف وقت كان هالثلاثين سنة العيشة مع يسوع، المراحل الرائعة. يعني إذا بنرجع لإنجيل متى اللي كان عم بيعملوا سلالة الملوك، وهوني مارفلين بيقولنا إنه صار عامل، هذا ملك بس هذا نجار، كان عم يشتغل بإيدي، عم يتعب تعب الليالي تيعيش العذراء ويسوع من خلال عرق جبينه. وكان كمان يسوع بس كبر شوي صار هو عم يشتغل معه بنجارة. كان يسوع نجار، نجار بالنجار. يعني كان
كان عن يعني يشتغل بتعب وعن يشتغل بعرق جبينه والعضله كانت تحت انا عم بتخيل معك خيي نعمه هلا فكر قد كانت مباركه تلك البيوت يعني او هالنوافذ او هالناس قد كانوا محظوظين انه ربنا هو عم يشتغل ببيتهم يعني انا بقول هلا يا ريت نحصل لو بعد 2000 سنه على خشبه لمسى يسوع يعني هالإنسان البشري على شي شباك على شي باب خزانة مقعد ما بعرف شو كانوا يشتغلوا ده يعني اليوم تدفعنا الحشرية تنتعرف على هالعيلة الحلوة شي الرائع اللي هون صاير انه كمان اذا بتلاحظي هي ما في شي هيك بيجي بعفوية لانه انه ربنا كان بيهينا بس ربنا ما هينا صعبة كتير صعبة نستاهلها صعبة يعرف أنه الألم هو مفتاح الخلاص تبعنا صعبة لأنه من ساعة الولد يسوع على القش كان صليبه تحت القشات مرسوم يعني كان يسوع يعني حضر حاله للصليب من القشات كانوا يقولوا بالفرنسي بيقولوا دو لا كراش ألا كروا يعني من المزود من المزود للصليب كانت ساعتها لأنه جاي للصليب مش جاي هيك وتتشوفي أنه مار يوسف هالإنسان اللي بسلالة داوود اللي إنه بلحظة من اللحظات كان عنده خطيبته من أروع إنسانة كان عن يحاول يشوف هالإمرأة بتروح ثلاث شهور بترجع بلاقيها حامل يعني تصور هالإنسان دش تعذب تأجى الملاك شافه بعدين بتشوفي هالإنسان اللي كان بده ينتقل من مطرح لمطرح تيروح على بيت لحم والعذراء كانت حبلة يعني بدك تقولي كانت حبلة بآخر شهر قديش كان عنده كمان إنه ألم كيف بده يحمل طفل الإمرأة اللي حاملة ملك الكون تيوصلها بخير وما يصير شيء على الطريق والأصعب من هيك اللي عم تقولي هالإنسان اللي وصل لهونيك وبده على القليل يريحها تفيها تخلف ما لقى مزود ما لقى مطرح تفيها تتشوفي دشو ربنا صيد الخلاص كيف بيدلنا على المطارح مش الهينة ادخلوا من الباب الصعب ادخلوا مطرح ما لقى مطرح وهوني بمسود بدل أن أكون ملكا وهوني كمان أنه مزود ربنا بده يكون جاي على الأرض ما أنه جاي على قصر عن كل حال نحن حكينا بركن الخلاص الثالث صح. أنه الثالوث يعني الركن الثالث بمشروع ربنا الخلاصي كمان مثل ما يسوع والعذراء كانوا عم بيعيشوا الألم والعذاب أكيد بار يوسف صح. يكون غريب عن هيدا الجو لا هو كان عم يعيش العذاب أكثر منه مش هاي كمان إذا بتلاحظي كمان هالسرية اللي هي كان مرق فيها يعني وكمان انه وصل لمطرح انه العذراء بدها تخلف ملك الكون يعني هو ما عنده شيء يعني عنده بس المزود والبقره والحمار اللي عم بيدفوا بليله ساقعه جنين جاي جديد يعني بتشوفي كمان هالركن الثالث يعني كان الملائكه بشروا بسلام ملك السلام واجوا الرعاة واجوا المجوس اللي هن بس عاش يعني يعملوه بس هو عاش مجد السما هو عايش هلا يعني بس ما كان يخلوه يكفيها شوي لانه انجأ عيش مجد السماء وراح يرتاح شوي والا بيجي الملاك بيقول له لك هيرودس رح يقتل كل الاطفال قال له قوم حمال يسوع والعذراء وروح على مصر طيب انه كان بيقول له روح له على شي مغاره غير مغاره او خبي لي اياه بشي غير مغاره او روح لي على شي ذكرناهم هون بحلقات سابقه ذكرناهم انه ما مش انه يعني اذا بتلاحظي المراحل اللي عم يمرق عليها ماريوس هي من اصعب وشغلات لا توصف اللي يعني يمرق فيها تيوصل يعني راعى مصر يعني بليله ما فيها ضوء قمر بيجي الملاك بيقول له هلا الهيرودس بده يقتل الطفل يعني بيحمل حاله بيضل رايح وبيسقيع ومصر مش فشختين يعني يعني اذا بدك تروحي بالطياره انه بدك وقت اليوم نحن اذا بدك تمشي يومتها على مصر ويومتها قطع الطرق والناس اللي عم بيبرموا على يسوع والجيش تبع هيرودس كل هودي كان
مجبور ماريوس يكون هو الحارس ويخلص حاله من يوصل على مصر. مثل ما حكينا مصر ما كانت البلد الصديق لليهود، اليهود كانوا هربانين من مصر يعني، وراي على مطرح في كمان هذا الشغل اللي واصل عليه ما نعرف وين بده يروح وين واصل. بس بكل الاحوال دي. بس كمان في شغله هون كثير مهمه، انه هالثبات اللي عاش فيه ماريوسف، هالثقه والايمان انه يلي عم يعني لم يتذمر ولا نهار. شفنا انه تذمر من كل الامور، لا من الواجبات، لا من الروحه على مصر، او حتى من اعاله هالعيله اللي عاشت. الصمت كان ملك الصمت، كان عم بيشتغل بصمت، بس كان يشتغل بفرح، هالفرح اللي عم بيعطيه لانه عارف عم بيخدم ملك الكون. وهيدي الشغلة الحلوة كمان، انه انجأ كان ارتاح شوي بمصر، بيجي الملك بيقول له هلأ صار فيك ترجع كمان تتشوفي هالقاعدة الثلاثية اللي كانت عم تحكي عنها، يسوع ومريم وماريوسف. يعني تتشوفي المراحل اللي مرق فيها ماريوسف، انه مش مراحل هيك فشخة، وبيقول لك منه مذكور بالإنجيل، مذكور ومكتر. يعني مجرد ما رأت شوي بمصر قالوا يلا بدك ترجع. ماريوس وقت كان راجع كمان وصل قبل ما يوصل للهدف الأساسي تبعه، الملاك بيقول له انه لا ما فيك تروح لهوني، لانه يمكن ابنه اللي مات يمكن يكون اخطر. مشان هيك رجع للناصرة وسموه يومتها، صاروا يسموا يسوع الناصري الناصرة. ما رجعوا لبيت لحم، بتقصد وقت اللي هن تركوا بيت لحم؟ صح، ما عادوا، لانه هيرودس اجا ابنه الثاني كمان كان اسمه هيرودس. صح، وهوني المراحل اللي ماريوس بلش يكون هو معيل العائله ومربي العائله ومربي الفادي، اللي نحن بنرجع بنشوفها شويه كمان بالمراحل الحلوه اللي بفرجونا اياها، وقت بيروحوا يزوروا كل سنه المعبد، واخر زياره وقت يسوع كان عمره 12 سنه، بيكونوا مبسوطين بيزوروا وبيرجعوا. هن وراجعين مفكرين يسوع عم يلعب مع الاولاد، والا باخر النهار بجوتا يستفدوا يسوع بيلاقوا هالطفل منه موجود. وهوني يعني الاباء الكنيسه بيقول لك من كان من اخطر حزن ما والم مرق في ماريوس والعذراء، لأن وقت كانوا عم يتألموا على الطريق والفزع والسقعة والأخطار، كان عندهم ملك الكون بإيدهم، كان يسوع حد منهم، كان يسوع بيضل عنده هالجوهر في ساعدهم. بس وقت ضيعوا يسوع كانت النهاية الأساسية لإلهم، أنه نحن ضيعنا يسوع، يسوع منه معنا. مشان هيك وقت بيقول لك أكبر امتحان مرقت فيه العذراء وماريوسف هو الضيع يسوع ثلاثة أيام. أنا هوني بدي أتساءل أنه هالملايكة اللي كانوا قاعدين كل أيام وعن يخبروا ماريوسف وعن يساعدوا العذراء وعن يبشروا كلهم سوا، هالثلاثة أيام وين كانوا هالملايكة؟ كانوا ياخذين فرصة لا أنه تتشوفي أنه حتى الملك الكون والرب كله سوا بيعرف مرقت بيثقبي. أكيد ربنا عنده خطته، هو بيعرف متى يتدخل. بس هيدا الشيء اليوم إذا عم نلاحظ خي نعمي، يعني اليوم عم نشوف أنه العائلة المقدسة عاشت بالألم، بس عاشت بتواضع وعاشت بخضوع إلى القوانين اللي كانت، يعني احترمت القوانين السائدة والعادات، ولكن يعني ضلت العذراء وماريوسف يروحوا على الهيكل كالمعتاد. وإذا ضيعوا الختان وكل العادات وكل شيء، وإذا ضيعوا يسوع، أنا برجع بتذكر أنه لأنه كانوا النساء بيدخلوا من مكان والرجال من مكان، هايدي ما بظني العلاقة إذا بسمح لنفسي، بس خليني أنا أركز لك على هايدي النقطة. لا يمكن هيك مشان هيك وقت اللي خرجوا لم يجدوه. إيه بس خليني أقول لك من اللي بأباء الكنيسة وقت بيحكوا عن ألام ماريوسف والعذراء، بيقول لك هاي الألام لا توصف، لأنه هايدي ألام لا تحتمل، لأنه حتى ألام العذراء كانت تحت الصليب كانت إسا شوية أرحم شوي، لأنه شايف ابنه عن ينصلب وعارف أنه ابنه بده يرجع. بس وقت ضيعوا يسوع وصار مثل بيصير صار بالإنجليزي بيقولوا بلاك آوت، يعني ما عادوا عرفوا شو بده يصير، اللي كانوا ماسكينه يعني هو بشريا، نحن بشريا منعيش هذا الألم. هذا هو أيام نحن وقت نضيع يسوع كيف بدنا نفتش عليه. وهوني خليني أترك لك قديش كان الألم هالثلاث أيام توصلوا لمطرح. وهوني مثل بيقولوا عند المخاض الامرأة وقت تكون عم بتخلف تنسي الألم، وقت العذراء وماريوسف شافوا يسوع بالهيكل
تنفس السعداء أشقالت العذراء. هوني العذراء هوني عطيت أكبر هدية بالكون لمر يوسف، قالت له كنت أنا وأبيك وثلاث مرات كنت أنا وأبيك نبحثان عنك بشغل. لك الهدية اللي هديتها لمر يوسف، قالت له اعترفت بأبوته البشرية، أبوته الأرضية. وين كنت؟ الأبوة الأرضية. تتشوفي ساعتها هالثلاث أيام اللي كان الألم لا يوصف، كان فرح لا يوصف لأنه شافوا يسوع بالهيكل، ومر يوسف أخذ حقه هوني بكلمة من العذراء اللي هي العذراء ما حكيت كثير، حكيت مطرحين ثلاثة بالإنجيل، وهذا المطرح الأساسي اللي حكيت غير عرس كانا، كنت أنا وأبيك نبحثان عنك بشغل. تصوري العذراء ما حكيت كثير، بس هاي الكلمة عطيت أكبر مجد للعمود الثالث بالكنيسة اللي هن فيه بيشكوا انه هذا منه بايو الارضي، لا هذا بايو الارضي وهذا جوز البتولي للعذراء. وانا بكون بيقول لك باروع شغله، يمكن شك البشر هو مقتصر على دون زرع بشري، واذا بقي مر يوسف بتول او العذراء، هذا هو يعني بعض البشر اللي مش عم تقدر تفهم السر الالهي. صح، انه ربنا شاركنا بكل شيء ما عدا الارضيات، ما عدا الاشياء. هو ابن الله، وحتى الكفن، يمكن اليوم الADN اللي انعمل، الفحوصات الDNA اللي انعملت على الكفن تثبت انه اليوم الكروموزومات لرجل الكفن مأخوذة من امرأة مش من رجل. صح، صح. يعني اليوم يسوع وهو كان شاب مثله مثل أجمل الشباب، وكان كامل الرجولية وكامل الرجولة. مشكلتنا إذا بحاجة للسيونس يخبرنا أنه الكروموزوم والأدئان، هذه مشكلة كبيرة، لأنه أروع شغلة بتلاميذ يسوع هو مرتومة اللي أنا بعشقه، هو كان ملك الإيمان إذا بدك، لو لما مرتومة ما كان شرح لنا كلمة طوبى لمن آمنوا ولم يروا. نحن إذا بدنا نرجع على السيونس وهذا الأدان، أنا هودي ما تغزيني، أنا مبفوت فيهم. معلش بس يمكن هولي كثير منيح للجيل الجديد، يمكن للجيل لا يؤمن. مبفوت فيهم أنا شخصياً، مبفوت فيهم، لأنه إذا بدي فوت بالسيونس أنا برجع بخبرك شوي عن مارت روبان. شغلة كثير حلوة هيدي مشان الإيمان. مارت روبان كانت عايشة على الأربان 53 سنة، وكل نهار خميس ترجع تعيش ألام يسوع وتزرف دم ومنا عم تاكل. اخدوها على كذا مختبر، وكانت بأمر الطاعة من المطران تروح كل مرة، يروحوا يعملوا لها تيست ليش عم تزرف دم ومنا عم تاكل كيف عم تاكل. آخر مرة رفضت كليا أنه ما تروح. قال المطران ليش ما تروح؟ قالت له أشكون عم تبرم، مثل إنه لوحة كبيرة عم تاخذوا شقفة من هاللوحة تتشوفوا هالحبر تبع اللوحة من أيش مقلف اللوحة، ما اللوحة أكبر بكتير من مني أنا، إنه تصوري إنه أنا عم تعملوا تيست لي، ما هو اللوحة أكبر، اللوحة هي مالك الكون. ولكن ربنا ما رفض يعني، كمان ربنا احترم ما أعطى للإنسان من علم، من ذكاء، من هلأ بعض الأحيان نحن نستعمل هذا العلم. صح، وهذا مش موضوعنا اليوم بهذا الحلقة. لي ضد الله. صح، وهذا الإنسان اللي بيوقع بالمحدودية. في شيء اسمه إيمان، في بالفرنسي بيقولوا كروار سيبافوار، يعني أنه أنا إذا بدي آمن مش أني أنا بدي أشوف، لأنه إذا شفت صارت ما بيت إيمان، يعني هي طوبة لمن آمن ولم يرى. مشان هيك نحن هالإيمان اللي عندنا إياه، أنه وقت ألام مر يوسف مع العذراء وصلوا لمرحلة، وهيدي هوني كانت آخر شيء ما عاد نذكر مر يوسف كليا بتربية الفادي. وبعدين بيقولوا راحوا وربي بظل مر يوسف وربي مع العذراء يسوع، اللي بعد 30 سنة ساعتها ببلش بحياته مع أول شغلة كانت العماد وبعدين البقوي. بس مر يوسف هوني كان عم يلعب دوره، ودوره انتهى بصمت، انتهى بأروع مهمة هي وقت بيقول وقت مات وسلم الروح بين يسوع والعذراء، واللي هي بسموه هو يعني شفيع الميت الصالحة. شفيع الميت الصالحة. هيك هالمراحل اللي مرقنا فيها على السريع لمر يوسف فيها نبرق فيها بأسرع وأكثر، بس تتكون هيك واضحة شوية على السريع. مر يوسف كان عايش الصمت، عايش الألم بفرح، عايش هالروعة اللي كان عايش مع يسوع اللي هو ملك الكون، اللي يعني غزي ملك الكون.
تشكين مثل ما بيقولون مارفريم السرياني، يعني يعني اخذ التاج اللي كان ملك التيجان هو نايم على صدره. ايش بدي اروع من هيك يعني؟ خلينا نكتفي بهالقدر اليوم بهذه الحلقة، ولكن خليني مثل ما صليت بالبداية بالحلقة السابقة إلى كوبليت والمسؤولين عن العيلة، خليني بهالحلقة اختمها بصلاة لأجل العائلة يلي هي أركانها ثلاثة، خصوصا بضيعوا حدا، بضيعوا حدا من أولادهم، بضيعوا حدا من قرايبين. هيدي هلا بركي بنحكي عنها بالحلقة القادمة عن صعوبة التربية وأهمية التربية، ولكن خليني أقول يا رب أنت كون العمود الثالث بعيالنا، أم وبي وولاد، أنت كون العمود الأساسي بهالعيلة يا يسوع، ما تخلي ولا عيلة بدون وجودك، بدون حضورك، أنت دعمهم بكل قوتهم. أصدقائي المشاهدين، بشفاعة مار يوسف وبهالسنة اللي هي مخصصة لمار يوسف، أنا بشكر متابعتكم وبلتقي أنا وياكم بحلقة قادمة.